تقول ان انت لسه طفله، انت لسه صح، صغيره جدا. صغيره ده بالفعل. قولي لي ايه الفرق ما بين سن ال 30 بالنسبه للبنات النهارده وزمان؟ تمام، احنا اولا الاختلاف اختلاف ثقافي، اختلاف نفسي، اختلاف اجتماعي، عوامل بيئيه وثقافيه، وكمان العوامل الاقتصاديه مؤثره كمان في فكره يعني مفهوم سن ال 30 عند الستات. فكل العوامل دي انا ما اقدرش ان انا اتلاشى عنها واجي ابص بس ان سن ال 30 معتمد على يا العنوسه يا الزواج المبكر قبل سن ال 30. بالظبط. فاحنا كنا تحت الاطار ده بتاع سن ال 30 لازم تتجوزي قبله وبعده يبقى انت فاتك القطر. دلوقتي طبعا الموضوع اتغير اختلف نفسيا تماما، لان الست في سن ال 30 بتحس قد ايه ان هي نضجت فعلا، بقى عندها وعي كبير جدا بمتطلباتها واحتياجاتها، ايه اللي هي عايزاه، ايه القرارات اللي هي حابه تاخدها. ده بالعكس ممكن كمان يكون بدايه طريق مستقبلها. صح. لان احنا فتره العشرينات حصل لنا ظروف كتير ومتغيرات كتير جدا حتى على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي اللي احنا عشناه، فبالتالي انا خلاص هنا ابتديت ابص على ان انا ازاي اكون عندي استقرار مادي، استقرار اسري، استقرار حتى في حياتي الشخصيه، انا بملك ايه، عندي ايه، مش ورا ايه، طب انا ايه الشغف بتاعي. في ستات كتير بتقعد اول ما يجي سن ال 30 تبدا تفكر من جديد، هو انا المفروض اخد اي ستيب في حياتي، عكس زمان. صح. زمان كانت الست على طول تتجوزي، بيتك، تخلصي اسرتك، تراعي دراستك، وباباكي تتجوزي على ومامتك طول. بالظبط، وشغل بقى الاسره الممتده والاسره الكبيره، ونراعي كبار السن، واقعد جنب والدي ووالدتي وجدي وجدتي وبس. لكن احنا دلوقتي بندور على الفرص، هو تحقيق الفرص قد ايه ان انا بستغلها، بستغل الفرص كلها لصالحي. صح. علشان ده بيأثر كمان اول حاجه العامل النفسي. طبيعي ان انا علشان احس دلوقتي ان انا احسن واكتف لازم يكون عندي نشاط انا بعمله، لازم يكون عندي كارير انا فيه، لازم احس قد ايه ان انا بقدر انتج، يعني انا عندي حاجه او رساله انا بقدمها، ودي من خلالها انا بحس بثقه بالنفس، تقدير للذات، مش بس معتمد على فكره شريك الحياه. صح. زمان برضو عشان احنا بنعمل المقارنة مقارنات شوية. بالظبط كده، زمان كان فكرة اللي هو ايه، احنا شفنا العريس دلوقتي في فرح يلا اتجوزي، سرعة. لدرجة ان في ستات كتير يعني ندموا بسبب الجواز المبكر في فترة العشرينات، لان لما كبروا حسوا هنا ان مش فكرة سوء اختيار، ولكن كان في يعني اولويات الاختيار في الزوج اكتر واحسن وافضل من فترة اختيارنا في سن العشرين. صح. سن العشرين بيبقى الانسان او الست شغوفة بالمشاعر، يعني عندها كده المشاعر هي اللي بتحركها، الحب العاطفة الحب بالظبط، الاحلام بقى، مفيش تفكير الوردية، بالمخ مفيش قوي يعني، بالعقل مش كل والمنطق البنات يعني بالظبط. لكن حاليا